يتجه العديد من الأشخاص إلى اقتناء المكملات الغذائية للوقاية من فيروس كورونا، الفيتامين سي، الفيتامين دي والزنك، من أهم ما يوصف حالياً لتقوية المناعة. ينبه الأطباء إلى مجموعة من النقاط قبل اقتناء المكملات الغذائية. ينصح بوصف المكملات الغذائية لأصحاب الأمراض المزمنة، غير أن تناولها دون وصفة طبية يشكل خطراً عليهم. الشباب والأطفال غير المصابين بأمراض مزمنة يمكنهم أخذ المكملات مع مراعاة الإرشادات الطبية. يجب تناول الزنك بعيداً عن الوجبات حتى لا يفقد مفعوله. الإفراط في تناول المكملات الغذائية قد يسبب مضاعفات صحية. تتواجد هذه الفيتامينات في الأغذية. الفيتامين سي نجده في الفلفل الأخضر والأحمر المشوي، البقدونس، البرتقال، الكيوي. الزنك نجده في القمح الكامل، الشوفان، كبد البقر. الفيتامين دي نتحصل عليه عبر التعرض للشمس لمدة 10 دقائق يومياً.